هناخد الموضوع ايه مهمين بقى النهاردة عشان نقفل المهم في السمستر ده. حاجة اسمها الايثر تشانل. حاجة اسمها hot standby redundancy protocol ال HSRP. تعال نشرح الاول الايثر تشانل مفهومه ايه. تصور كده يا شباب لو انا عندي سويتشين اتنين اهو ايا كان الموديل بتاعهم ورحت جاي موصلهم بكابلات اهو موصلهم بكابلات اهو لو ما توصلهم بكابلات كده ايه اللي هيحصل؟ الكابلات دي كلها هتقفل. ليه هتقفل؟ لان السبانينج تري مش هيخلي فيه كابلات فيها ريدندنسي تبقى شغاله فهيقفل كل الكابلات دي ويسيب لك وهيشتغل على اقل بورت صح؟ هيشتغل على اقل بورت تمام. طب لو كان بالظبط كده هيشتغل على اقل بورت في الاي دي. طيب انا بقى دلوقتي يا ابو مريم لو انا عايز الكابلات دي كلها استفيد منها واشغلها كلها فانت كده مش هتعرف تقنع السبانينج تري ان دول مش عاملين لوب. طب قال لك الحل ايه؟ قال لك الحل ان احنا نعمل سوفت وير يجمع الكابلات دي كانهم وان لوجيكال لينك. يجمع الكيبل ديت في لينك لوجيكال واحد فالسبانينج تري يشوفه لينك واحد انما هو في الحقيقه اكتر من فيزيكال لينك. فلما السبانينج تري يشوفه لينك واحد يتعامل معاه لانه لينك واحد فما يقفلوش. المبدا اللي انا بحكي عليه ده اسمه ايه؟ اسمه الايثر تشانل. طب لو واحد فيهم وقع يحمل على التلاته يحمل على التلاتة ماشي. وممكن تعمل على السويتش الواحد بتاع سيسكو لحد ستة تشانل وكل تشانل ماكسيمم فيها 8 لينكات فيزيكال. تمام؟ يعني 6 مجموعات وكل مجموعة ماكسيمم جواها 8 كابلات فيزيكال. يعني 6 في 8 6 في 8 ده ماكسيمم يعني على على سويتشات سيسكو. حلو كده تمام. طيب مين بقى اللي بيعمل لنا ايثر تشانل ده؟ قال لك والله في عندنا تو بروتوكول بيعملوا ايثر تشانل. بروتوكول اسمه ال LACB وبروتوكول اسمه ال BAGB منهم واحد سيسكو ومنهم واحد ستاندر. انا كل مرة بتلخبط فيهم عموما يعني ثواني بس كده عليا نشوف بس مين اللي سيسكو مين اللي ستاندر. اي ثينك ان ال LACB هو اللي سيسكو اهو ال LACB اي ثينك ان هو ده ايه ده اللي سيسكو لا ده اللي ستاندر. ال LACB ده اللي ستاندر اهو ده اللي ستاندر ده ال IEEE الرقم بتاعه 802.AD اهو 802.3AD ده الستاندر وده سيسكو. فانت لو هتشغل سويتش سيسكو ونون سيسكو يبقى لازم تشغل ال LACB. لو هتشتغل سيسكو بس هتشغل BAGB. ال LACB اختصار كلمة ايه؟ Link Aggregation Protocol Control Protocol. تمام؟ انا هقفل بس الصوت عشان في عندكم صوت. ال LACB طيب ال BAGB اختصار ايه؟ Port Aggregation
بروتوكول. يبقى في عندنا ال LSB اللي هو Link Aggregation Control Protocol، وفي ال PAGP اللي هو Port Aggregation Protocol. دوت ستاندر IEEE 802.3AD، ودوت سيسكو، ودوت سيسكو. طيب اشغلهم ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هذا ال LACP ده الستاندر. البروتوكول دوت فيه ثلاث حالات: اكتف، اوتو، اكتف، تمام كده، اوتو، اون. اكتف، اوتو، اون، اسف، اكتف باسيف، اكتف باسيف، اهو باسيف اون. طب الاي بي، البي اي جي بي في كم حاله؟ البي اي جي بي في كم حاله؟ في ثلاث حالات برضو اللي هو بتاع سيسكو. في ايه؟ ديزايرابل، اوتو، اون. ديزايرابل، اوتو، اون. لو هتشتغل ال اس بي يبقى قدامك التلات حالات دول. طب لو عملت ناحيه اكتف وناحيه اكتف شغال. طب اكتف وي باسيف شغال. طب اكتف اون مش شغال، تمام. طيب اكتف مع باسيف شغال، باسيف مع باسيف مش شغال، باسيف مع اون مش شغال، اكتف مع اون مش شغال، باسيف مع اون مش شغال، اون مع اون شغال. نفس الكلام هنا بالظبط، ديزايرابل مع ديزايرابل شغال، ديزايرابل مع اوتو شغال، ديزايرابل مع اون مش شغال، اوتو مع ديزايرابل شغال، اوتو مع اوتو مش شغال، اوتو مع اون مش شغال، اهو تمام. اوتو مع اون ايه مش شغال، تمام. ها تمام كده يا شباب، ها تمام كده يا شباب، ها تمام يا دكتور. افتحه لكم اهوت لو عايزين تتركوا نظره. تمام. المشكلة بقى ايه يا ابو مريم؟ ايه المشكلة؟ ايه ان يجي حد في طرف من الاطراف بتاعة الايثر تشانل ويختار اكتف، ويروح يختار في الطرف التاني اوتو. كأنك بالظبط في طرف بتشغل ال LACP وطرف تاني بتشغل ال PAGP، دي كارثة. انت تحدد من الاول هتشتغل ال LACP ولا PAGP. فلو اخترت ال LACP يبقى عندك اكتف وباسيف واون. لو اخترت البي اتش بي بتاع سيسكو يبقى عندك ديزايرابل واوتو واون، تمام. لاما بقى في الناحيتين الاثنين تشتغل ايه؟ اون واون هيجيب معاك. لو انت مش عارف تحدد هتشتغل ايه، اشتغل اون واون، وده وانت شغال. انما في الامتحان طبعا ما ينفعش الكلام ده، لازم تحفظ الحالات بتاعتهم سواء كان الباسيف بي اي جي بي والال اي سي بي، تمام كده. طيب تعال نعملهم عملي كده. هفتح الباكت تريسر اهو واحاول نعملهم عملي. هذا السويتش الاولاني اهو، وهذا السويتش التاني، وما بينهم ايه؟ ما بينهم لينكات اهو. هذا الفاصل 024 مع 024، 23 مع 23. طبعا عشان تعمل ايثر تشانل ما ينفعش تدخل الجيجا معاهم، لا اما كلهم جيجا لا اما كلهم فاست،
لازم يكونوا كل البورتات من نفس النوع، ما ينفعش شوية جيجا وشوية فاست، ولازم كلهم نفس الدوبلكس، ولازم كلهم يكونوا ترانك، يعني ما ينفعش جزء منهم هاف وجزء منهم فول دوبلكس، لا الكلام ده كده هاكس. فعشان تعمل ايثر تشانل لازم كلهم يبقوا ترانك، ولازم كلهم يبقوا نفس المود، لا اما هاف لا اما فول، ولازم كلهم نفس السبيد، لا اما جيجا لا اما 10 جيجا. تمام كده؟ ها معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. طيب تعالوا كده بقى ايه نشوف الدنيا تمشي ازاي. ادى الاسبانينج تري لعب لعبته وراح جاي موقف لنا ايه البورتات كلها، مفيش غير بورت واحد بس اللي شغال اهو. فهعمل ايه انا؟ هخش على البورتات دي واحولها الاول لستارت اهو. انيبل كونف تي انترفيس رينج فاست من 0 على 1 لحد 24 سويتش بورت مود ترانك. هنيجي هنا ونقول له سي ال اي انيبل كونف تي انترفيس رينج فاست 0 على 21 لحد 24 سويتش بورت مود ايه مود ترانك اهو. خلاص حلو قوي. عايزين نعمل ايثر تشانل بقى، نعمل ايه؟ نيجي هنا ونقول له انترفيس رينج فاست 0 على 21 لحد 24 تشانل جروب رقمها ايه؟ 1 2 زي ما انت عايز. اي ارقام لغايه 6 صح؟ ولا لا اي ارقام بس عددهم يساوي 6. يعني ممكن اقول له 20 بس هو ده اول جروب فعادي. بالظبط بالظبط 20 30 اوكي بس هم 6 جروبات. بالظبط كده اهو. على الحقيقي بيقبل كده، مش عارف هنا هيقبل ولا لا، بس تعالى نشوف كده نعمل كوتشر مارك ونشوف. اقول لك هنا هنا بس محددنا من 1 ل 6، انما لو على الراوتر الحقيقي لا، ممكن تكتب عدد الجروب زي ما انت عايز. فهمني؟ انما هنا محدد من 1 ل 6 مود واعمل كده. طيب هختار اكتف ولا اوتو ولا ديزايرابل ولا اون ولا باسف. انت عايز تشتغل مين؟ عايز تشتغل ال اي سي بي. فلو تشتغل ال اي سي بي قدامك ايه؟ قدامك اكتف وباسف، شايف اهو اكتف وباسف. طب لو هشتغل بي اي جي بي قدامك ايه؟ قدامك ديزايرابل واوتو. تمام. ال ال اس بي ده الستاندر، البي اي جي بي ده بتاع سيسكو. طب انا هشتغل بي اي جي بي بتاع سيسكو، خلاص في ناحيه خلاها ديزايرابل تمام اهو. طب الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه عشان تشتغل لا اما تخليها ديزايرابل لا اما تخليها مين اوتو اهو. الحالتين بتوع البي اي جي بي اهو. فاجي الناحية التانية واقول له ايه؟ اكزيت. طب ما انا جوه الرينج يا عم، ما تخش على طول. يبقى تشانل جروب تشانل جروب رقمها ايه هناك؟ 1. المود بتاعها ديزايربل، المود بتاعها اوتو. تعالى بقى كده نشوف وقع يقوم حالا. اهو بدا اهو يعمل ليسننج بقى وليرننج وياخد المراحل بتاعته كانه بورت واحد. قعد ثانيتين بلوكنج باللون الاحمر ده، 15 ثانيه ليسننج 15 ثانيه ليرننج وابتدى ينور. تمام هيقوم حالا، هو وقع هيقوم حالا. اوكي تمام هيقوم حالا اهو. يلا يا عم. تمام اهو بدا وخلاص كده بدا. بدا يقوم اهوت. هو بيقعد بس المراحل بتاعته لحد ما يقوم.
هو طبعا ده شغل رائع. فلما تيجي تعمل مثلا السمر بتاعه هتعمل ايه؟ في كوماند جاي كده عليه شو تشانل جروب، شو تشانل جروب او بورت تشانل، بقى الكوماند اسمه بورت تشانل. شو ايثر تشانل، شو ايثر تشانل، شو ايثر تشانل سمري. لما تعمل شو ايثر تشانل سمري هيقول لك والله انا عندي بورت تشانل واحد، رقمها واحد، موجود فيها البورتات ايه؟ 0 على 21 و22 و23 و24، وكل البورتات اللي جواها حالتها بي. بي يعني ايه؟ شغاله. طب اللي ظهر لك مثلا دي يبقى معناه ان في بورت واقع، تمام اهو، وشغالين طبعا على مين؟ على سويتش اس دي، يعني ايه؟ لير 2 سويتش، تمام. ويو معناها انيوز، شغالين يعني انت مشغل البورت تشانل. ورقم الجروب دي كام؟ واحد، تمام. في بقى طبعا شو ايثر تشانل حاجه غير السمري، بورت تشانل لو انت عايز تجيب المعلومات كامله اهو. فاول ما عملت كده بورت تشانل اهو، شو ايثر تشانل بورت تشانل، فين بورت تشانل اهو، فقال لك والله انا عندي جروب اسمه جروب رقم واحد، تمام. الماك ادرس اهو بقى له ماك ادرس واحد، هو مع السويتش عمل له ماك، السويتش الايج اسف الايج بتاعه قد كده، ده بكام يوم كام ساعه كام منت كام ثانيه، تمام. هو ده مش الماك ادرس، هو بيقولوا ماك ادرس. دي البورتات اللي موجوده اهي، المود بتاعها كلها ديزايرابل، تمام اهو، وشغال بروتوكول اسمه بي اي جي بي، مش محطوط عليه بورت سيكيورتي. ينفع يتحط عليه؟ ما لا ده طبعا، لو حد لان لازم هتحوله لاكسس، صح؟ وعشان هي كده هو شرط اساسي ان هو قافل لك البورت سيكيورتي عليه. ولو حطينا الكابل ده في جهاز كمبيوتر كده ما يشتغلش، او برينتر او اي لا حاجه، ما يشتغل. يشتغل، لازم تعمل حاجه اسمها جارد بقى عليه، في حاجات سيس ان بي بقى، تمام. دي كده ايه احنا خدناه في الـ في الـ لا في الـ جارد اللي انت خدته ده، اللي هو بيبي ديو جارد بتاع السبانينج تري. في حاجات تانية بقى لحاجات للايثر تشانل مثلا، حاجات تانية اتش اس ار بي كده يعني. طيب اوكي. هو عموما بقى كمان ان هو بيعمل لود بطريقه لذيذه قوي، احكي لكم كده بسرعه. لما يجي يعمل لوب بالانس بقى، يعني هو لما بيجي يعمل لوب بالانس على الكابلات بيعمل لوب بالانس بطريقه لذيذه شويه، هو مش شارحها عندنا هنا لا في سيس ان اي ولا في سيس ان بي يعني، تمام. بس هي موجوده عندنا في سي اي. ازاي بيعمل لوب بالانس هو على الكابلات بتاعتنا دي، تمام. ما بيعملش لوب بالانس زي الراوتر، يعني الراوتر كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل باكت لود بالانس، يعني باكت من على الخط الاولاني وباكت من على الخط الثاني وهكذا، وباكت من على الخط الثالث لحد ما يخلصهم وبعدين يبدا تاني من الاول، صح كده؟ لا، هنا بقى بيعمل لوب بالانس بير ماك بير اي بي بير بورت، مش فاهم. تعالى مثلا ناخد مثال كده بير ماك مثلا. معلش انا اسف، ثانيه واحده مع بعضنا كده. الراجل ده بيعمل لوب بالانس ازاي؟ بص كده، ادي السويتش الاولاني وادي السويتش الثاني، وادي عندي الكابل الاولاني وادي عندي الكابل الثاني وادي عندي الكابل الثالث وادي عندي الكابل الرابع. هو باي ديفولت بيعمل لوب بالانس بير ماك. هما دول كام كابل؟
اربع كابلات. لو انا عايز امثلهم يبقى عايز كام بت عشان اطلع اربع احتمالات؟ 2 بت. فلو عندك صفرين يبقى ده الكابل الاولاني، لو عندك واحد صفر يبقى ده الكابل التاني، لو عندك صفر واحد يبقى ده الكابل التالت، واحد واحد لو عندك واحد واحد يبقى الكابل الرابع. ويشوف بقى الجهاز اللي بيبعت اخر رقم في الماك كام. فافترض ان ده اخر رقم 2 وده اخر رقم A. طب الاثنين ده لما نيجي نوزعها باينري تبقى ايه؟ 0 1 0 0. طب والA 8 1 0 0. ويقوم عامل عملية اسمها XOR. XOR لو مختلفين يطلع واحد، لو متشابهين يطلع زيرو. ده XOR. يقوم عامل ايه؟ XOR في اخر 2 بت. زيرو زيرو زيرو، واحد واحد زيرو. يبقى طول عمر الجهاز ده وهو بيكلم الجهاز ده يمشي من على اللينك الاولاني. طب لو عندي جهاز كان الماك بتاعه 3 وبيكلم برضو الجهاز A، يوم واخد 3 دي واحد واحد. طب والA اللي هو كام؟ اللي هو 10، اللي هو 10. يبقى يطلع له كام؟ واحد زيرو، واحد زيرو. يبقى لما كل ما 3 يكلم الجهاز A يمشي من على مين؟ من على البورت التاني. دي هتفيدني في ايه؟ هل دي احسن ولا الباكت لود بالانس احسن؟ دي طبعا احسن، الديفايس لود بالانس احسن. تصور لو الجهاز اللي هو 3 ده كان عدة تليفون بيتكلم عدة تليفون تانية، فطول عمر ما العدة التليفون دي هتكلم عدة التليفون دي هيمشي على الكابل رقم 2 ده اهو، فالباكيتات هتمشي ورا بعضها. فمش تعمل لي المشاكل بتاع الباكيت لود بالانس ان ممكن الجزء الثالث يوصل قبل الجزء رقم كام؟ قبل الجزء رقم 2. فالحاجات دي كانت بتعمل لود مشاكل عندنا فين؟ في الحاجات بتاعت الفويس. فصلحوها في دي. هنا احنا عملنا اكس اور بمين؟ بالماك. لا ان شاء الله لما تروح للساي اي بقى بتاع السويتشنج هتعمل اكس اور بالبورت نمبر. بالبورت نمبر يعني لما الابلكيشن اكس يكلم ابلكيشن واي يطلع من على كابل، ابلكيشن اكس يكلم ابلكيشن دبليو يمشي على كابل تاني. لا كمان ده انت ممكن تعمل اكس اور بالاي بي، ده انت اللي بتختار بالكونفيجريشن بتاع الايثر تشانل عايز تعمل اكس اور بانهي بارامترز بالظبط. انما الحاجات دي مش علينا هنا في الكورس، بره الكفر بتاع الكورس. هو ده الايثر تشانل. تصوروا ان ده شابتر زي شابتر من شبات مثلا الاوز بي اف. خلاص كده الايثر تشانل خلص. في حد عنده اي اسئله فيه؟ لا ده جامد جدا. طيب نخش على الريدندنسي بتاع الشابتر اللي فاضلنا فيه، نقفل الفيديو ده.